السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم هنحاولوا نشرحوا فيه كيفاش كيتم التسجيل عبر منصة ال ار ان بي ديال السجل الوطني الاجتماعي او السجل الوطني الموحد. باش نكون واضحين، راه كاينين جوج ديال المنصات. المنصه الاولى هي الار ان بي والثانيه هي المنصه ديال ارسي. هاد المنصه هذه الاولى ديال السجل الوطني راه هي المرحله الاولى اللي كتسجل فيها باش تاخذ واحد معرف رقمي، هو كيتسمى المعرف الرقمي المدني والاجتماعي. هي واحد الخطوه اللي حطت دارتها الحكومه باش الناس ياخذوا منها واحد المعرف رقمي. هذاك المعرف الرقمي ملي كتاخذو كتمشي به لهاد المنصه هذه اللي هي اللي كدير فيها اللي كتسمى السجل الاجتماعي الموحد، اللي كيختاروا منها الناس اللي غيستافدوا من الدعم المباشر اللي انطلق هذه اشهر. ف كيفيه التسجيل او كيفاش نتسجلوا في السجل الوطني للسكان؟ بعبارة أخرى، هاد السجل الوطني للسكان هو واحد السجل اللي كيتسجلوا فيه الناس كاملين في المغرب، المغاربة كاملين، وحتى اللي خارج اللي مقيمين، يعني الأجانب المقيمين برا المغرب. هادو كيتسجلوا بحال قلتي، كيصحوا لواحد المعلومات بحال شكل ديال الإحصاء، بحال شكل ديال الإحصاء. كيسجلوا فين ساكن، فوقاش تزاديتي، كاع المعلومات الشخصية ديالك، وكيعطيك واحد المعرف رقمي. هذاك المعرف الرقمي هو اللي كيخول لك انك تستافد من بزاف ديال المزايا ديال الدوله. هذا الشيء اللي خلات الحكومه انها تطلق عده برامج، من ضمنها الدعم ديال الفقراء مثلا، او المحتاجين، او الناس اللي ما عندهمش، او اللي في من ضمن اللي كيتصنفوا من الفئات الهشه الى اخره. باش ما نخلطوش ونحاولوا نسرعوا يعني نحاولوا اننا نفهموا الموضوع، وان السجل الوطني راه ما عنده حتى علاقه بالراميد، وما عنده حتى علاقه بلاسينيسيس، ما عنده حتى علاقه. هذه لاسينيسيس يعني كيفاش كتحول الراميد لاسينيسيس، هو موضوع غير، وموضوع ديال التسجيل في السكان في السجل الوطني للسكان هو موضوع اخر، وموضوع ديال انك تدخل في السجل الاجتماعي الموحد راه موضوع اخر. يعني راه ثلاثه ديال لي زارتيكل، ثلاثه ديال المواضيع باش نكونوا فاهمين، راه ماشي موضوع واحد باش الناس يفهموا، راه ثلاثه المواضيع مختلفه. دونك على بركه الله، كيفاش اننا نسجلوا في السجل الوطني باش نستافدوا من باش ناخذوا المعرف الرقمي؟ اول شيء غادي ندخلوا لهذا الموقع هذا اللي غنخليه لكم في صندوق الوصف، اللي هو rnp.ma، ومن بعد غادي يطلع لكم هذه الصفحه هذه اللي كتشوفوها قدامكم. وباش نحاولوا اننا نشوفوا هذه الاسئله المتكرره ديال الناس، علاش نقدم انا، علاش لماذا اتقدم بطلب التسجيل بالسجل الوطني للسكان؟ علاش انا نتقدم، علاش غادي نتسجل، علاش غادي نحاول نفهم علاش غادي نتسجل في السجل الوطني للسكان؟ كيقول لك هنايا على حسب الموقع ديال الار ان بي، يمكن التسجيل بالسجل الوطني للسكان يمكن التسجيل بالسجل الوطني للسكان من الحصول على معرف رقمي مدني واجتماعي. يعد هذا الاخير من ضمن الشروط الاساسيه، ها انت سطر على هاد الشروط الاساسيه للتسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد باش تستافد من برامج الدعم الاجتماعي، كما تمكن بيانات السجل الوطني للسكان من تسهيل عمليه التحقق من المعلومات التي يصرح بها المواطن، وبالتالي تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الشركة للمرتفقين. أي بمعنى آخر، أن هذا التسجيل في السجل الوطني كيمكن لك أنك تأخذ واحد معرف رقمي مدني، واحد معرف رقمي كيبقى ديالك خاص بك وما عند حتى شي واحد، وكيمكن لك بهاد المعرف ايضا، او بهاد التسجيل في السجل الوطني، انك تسمح للدوله باش تعرف البيانات ديالك الاصليه والصحيحه وتحقق منها كمواطن، من اجل تبسيط الاجراءات الاداريه. بحال مشيتي مثلا المقاطعه باغي تاخذ شي حاجه، ما يبقاش عليك داك الوراق بزاف، جيب هادي جيب هادي جيب هادي،
اوتوماتيكمون كيدخلوا يعني نيميرو دو لا كارت ناسيونال ديالك، المعلومات ديالك كيطلع كل شيء اوتوماتيك يعني، من اجل في هذا من هنا قدام اللي غادي يديروا في باش يديروا معلومات اكثر يعني، معلوميات بيستخدموا المعلوميات يعني، يوليو داك الشيء شويه متقدم، ماشي بحال شحال هذيك كتمشي المقاطعه جيبها لي جيبها لي جيبها لي، بهكا كتكثر للاسف شديد الرشوه في الدوله. السؤال الثاني هو ماذا يعني مركز الخدمات المواطنين؟ مركز الخدمات ديال المواطنين هو الجهه المسؤوله عن تسجيل المواطنين بالسجل الوطني للسكان، يعني واحد واحد المركز كيسجل المواطنين، يعني يقدر يكون ملحقه، يقدر يكون مقاطعه، يقدر يكون بلديه، يقدر يكون اي حاجه كتتعلق كتسهل على المأمور على الانسان على المواطن المغربي انه يتسجل فيها، يتسجل في السجل الوطني عن طريقها. ويتواجد مقر السلطه الاداريه المحليه او ملحقه اداريه قياده الى اخره التابع لها محل سكن الراغب في التسجيل. المهم هذه ديال الرباط. شنو هو المعرف الرقمي المدني الاجتماعي؟ المعرف الرقمي المدني الاجتماعي هو واحد معرف رقمي كيعطي لكل شخص واحد مسجل، كيعطي لكل شخص مسجل بالسجل الوطني واحد التسهيلات وفي الاجراءات الاداريه المتعلقه ببرامج الدعم الاجتماعي، اي ان هذاك المعرف كيخليك انك تسهل عليك الماموريه باش تسجل في داك الشيء ديال الدعم الاجتماعي. مثلا منين مثلا والله اعلم واش غادي يزيدوا في البوطه ولا غادي يزيدوا في الدقيق، غادي كل اسره ولا كل فرد على حسب غادي يصيفطوا له واحد المقدار ديال الفلوس كل شهر باش كدعموا الدوله، او منطقه مثلا دعم الارامل، مثلا دعم المعوزين الى اخره. لا يمنح لكل شخص الا معرف رقم واحد، يعني كتعطى غير واحد، ولا يمكن اعاده منحه لاي شخص، ولا يمكنش يعاود يعطيه لواحد اخر، يعني كتعطى لواحد. هاد المعرف فيه 10 الارقام غير متتاليه، ماشي متتالي، ماشي واحد جوج ثلاثه اربعه، انما مختلفة، وهي كتجي اوتوماتيكيا يعني عشوائيا كيختاروا واحد الرقم كيعطوه لك، كيبقى ديالك الى الابد، كيبقى ديالك. اي دليل ولا يتضمن اي رمز مميز يمكن كشف عن هويه صاحبه، ويستعمل المعرف الرقمي كرابط بين مختلف قواعد البيانات الاداريه العموميه للجامعات الترابيه والمؤسسات العموميه التي تشرف على برامج الدعم. ماذا تعني خدمة تحقق من صدقية المعطيات؟ يعني اشنو كتعني هاد الخدمة ديال انك تحقق من المعطيات؟ ان الدوله كتحقق من المعطيات ديال، كما كتعرفوا الدوله شويه شحال هذه كانت عشوائيه، يعني كانت الادارات عشوائيه، كانت بزاف ديال المعلومات ديال الانسان، شحال من واحد كتلقى عنده غلط في لاكارت ناسيونال ديالو، شحال من واحد كتلقى الغلط ديال في الحاله المدنيه، شحال من واحد كتلقى الغلط في الحاله المدنيه ديالو، بعض ما كتلقى مشكل في انك دير اثبات النسب، بزاف ديال الحوايج بحال هكا. دونك التحقق من صدقيات المعلومات، مش القطة داري لي الصدى. التحقق من صدقيات المعطيات خدمة يوفرها السجل الوطني للسكان لفائدة المتفقين بمختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة. تمكن هذه الخدمة من التأكد من صحة المعلومات والمعطيات المصرح بها من قبل حامل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، ويكون ذلك من خلال مقارنة هذه المعلومات مع تلك المقيدة بالسجل الوطني للسكان، ويتم الرد آنياً وعلى الفور على طلب التحقق، إما بالتصريح بصحتها أو عدم صحتها، أو بتقديم معطيات تكميلية، ويتضمن طلب خدمة التحقق علاوة على المعرف الرقمي المدني والاجتماعي إحدى المعطيات التالية. هاد المعطيات اللي هما المعطيات البيومتري للشخص المعني، يعني الصورة ديال الوجه، الصورة ديال القزحية ديال العينين، او النقط المميزه لبصمه الاصابع. ثانيا رمز سري، باش نرجعوا لهذه القضيه ديال المعطيات البيومتري للشخص المعني، صور الوجه الى اخره. راه منين كتعمر مثلا الورقه ديالك هنايا، ولا كتعمرها في القياده التابعه لك الجهه اللي تابعه لك، راه اول حاجه انهم كيشوفوا لك كياخذوا لك واحد، يعني الا كانت توفرت هذيك لاباري في هذيك الجهه اللي انت غادي ليها، الا ما كانتش متوفره نورمالمون كياخذوا التصويره، كياخذوا لك واحد الصوره ديال القزحيه ديال العينين بحال شكل ديال كيعرفوا البصمه ديال العينين، حيت كل انسان عنده واحد بصمه في عينيه، ما عند شي واحد اخر، ما كاينش عند شي واحد اخر. الرمز السري يتم التوصل به او يتم التوصل به الشخص المعني
عبر هاتف النقال البريد الالكتروني. هذاك الرمز السري كيوصلك عبر التليفون ديالك او البريد ديالك الايميل، يعني جيميل الى اكسيتيرا، اوتلوك ولا هوت ميل الى اخره. ثالثا، المعطيات الديموغرافيه للشخص المعني، تاريخ الولاده، الجنس، يعني كيعرفوا، يعني كيعرفوا، المهم باختصار انه كيعرفوا عليك بزاف ديال المعلومات اللي انت غادي ينفعوك من هنا لقدام. ما يجيش شي واحد يقول لك لا غادي يعرفوني شنو كندير، غادي يعرفوني شنو تندير، شنو الدوله راه عارفك اش كدير. باش نكون واضحين، الدوله راه عارفك اش كدير، ما قالتينش يعني راه ما عارفينش كيديروا الى اخره.